احتفل المسيحيون في المملكة بعيد الفصح المجيد هذا العام في منازلهم وسط أجواء استثنائية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، واكتفوا بمتابعة صلوات القداس والقراءات الروحية على أثير فضائية نورسات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. المزيد في سياق التقرير التالي. للمرة الأولى احتفلت العائلات المسيحية في الأردن هذا العام بعيد الفصح المجيد في منازلها ومع الكنيسة على أثير فضائية نورسات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها الأردن والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث جاء هذا العيد متزامناً مع سريان حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، فبقيت الكنائس مغلقة احتراماً للتعليمات الصادرة من الجهات الأردنية المسؤولة، بحيث يصلي كل مؤمن من بيته كما صلى الأساقفة والكهنة والشمامسة منفردين في كنائسهم التي خلت من الحضور، ونقلوا الصلوات في بث حي ومباشر إلى المؤمنين في بيوتهم الذين عاشوا لحظات العيد في منازلهم وبين أفراد أسرهم، حيث يشير هذا العيد لانتقال الرب يسوع المسيح له المجد من الموت إلى الحياة ومن عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله. إذ حل هذا العام على العالم بظروف استثنائية، فكان لابد من إحيائه وفقاً للمصلحة العامة، ومن هنا جاءت فكرة بث الصلوات عبر فضائية نورسات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية كي يتسنى للشعب المؤمن المشاركة بها من بيوتهم. هذا وقد أقيمت القداديس الإلهية في بعض الرعايا في مدن ومحافظات المملكة من شمالها إلى جنوبها في تقويم موحد تميز به الأردن دون غيره بوحدة الأعياد لدى كافة العائلات الكنسية، حيث تعيد الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في عيد الفصح مع الكنائس الشرقية. وقد دعا السادة المطارنة والأباء الكهنة في عظاتهم بأحد الفصح إلى عيش الصلوات بروحانية الفصح المجيد، ودعوا بالابتهال للرب الإله أن يقل الأردن والعالم شر هذا الوباء القاتل. ففي دير السيدة العذراء ينبوع الحياة شمال المملكة التابع لمطرانية الروم الأرثوذكس، ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردني للروم الأرثوذكس قداس عيد الفصح المجيد بمشاركة الأباء والشمامسة والأخوات راهبات الدير هناك. وفي عظة القداس حث سيادته المؤمنين على عيش الفصح رغم الظروف الاستثنائية، مقدما رسالة شكر وعرفان باسم كل مسيحي للقيادة الهاشمية والجهات المعنية والأجهزة الأمنية على جهودهم الحثيثة لمواجهة الفيروس، وتقدم بالشكر كذلك إلى فضائية نورسات وإدارتها في عمان وفي لبنان، هذه المحطة العريقة التي تخدم على الدوام بكل محبة وتنقل بشارة السيد المسيح من الأراضي المقدسة. أبنائي، ربنا بهاي الأيام المباركة يحمي بلدنا، يحمي العالم بأكمله، ويكون قريب معين لكل العاملين في هاي الأيام الصعبة. بعرف قديش صاحب الجلالة سمو ولي العهد رئيس الحكومة وزير الصحة، الكوادر الصحية، جيشنا العربي، قوات الأمن، كل هدول هم في أول الصف، هم في أول المعركة، ولكن نعمة ربنا هي معهم، هي مع شعبنا الواعي المحب بتكاثفنا مع بعضنا البعض في هاي الأيام الصعبة حتى نقدر إنه نجتازها بأقل الأضرار. أبنائي، نور القيامة يكون دائما منير لقلوبنا، أذهاننا، بيوتنا، مجتمعاتنا، مؤسساتنا، وطننا والعالم بأجمه، بشفاعة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين. أبنائي مشاهدين نورسات والقائمين على نورسات، بحب أعيدكم وإنتوا القائمين على هذا التلفزيون المهم، على هاي المؤسسة الإعلامية المسيحية المهمة، بطلب من ربنا إنه يعطيكم كل نعمة وبركة من لدنه ويبارك جهودكم حتى تستمروا بعملكم المميز اللي فيه تقدروا توصلوا الكلمة،
تقدروا توصلوا نور القيامة لبيوت أبنائنا، وبالأخص في هاي الظروف الاستثنائية اللي بمر العالم فيها. وبالتالي من خلال شاشات التلفزيون تقدروا تنقلوا رسالة روحية، رسالة تعزية، ورسالة قوة اللي تقوي الإيمان ونتمسك بإيماننا وبحياتنا الروحية، حتى نقدر إنه نكون بسلام ونكون بعلاقة سليمة مع نفسنا، ونكون بعلاقة سليمة مع القريب، حتى نكون مع الله كمان. ربنا يبارككم، كل الشكر لكم. وبالأخص كمان بحب أشكر الدكتورة باسمة وكل الفريق اللي معها، والموجودين كمان في لبنان وبكل المواقع في كل أنحاء العالم أينما أنتم موجودين. ربنا يبارككم، يعطيكم كل نعمة وبركة من لدنه. المسيح قام. وفي كنيسة العذراء الناصرية الصوفية بعمان، ترأس سيادة المطران ويليام الشومة لمطران اللاتين في الأردن قداس العشية الفصحية بمشاركة بضعة كهنة منفردين من غير حضور مؤمنين. وقد ألقى عظة القداس الأب جهاد شويحات رئيس المحكمة الكنائسية للكنيسة اللاتينية في عمان، وتساءل خلالها مخاطبا الشعب عبر الأثير قائلا لهم: أين أنتم اليوم؟ وأين صلوات رثاء السيد المسيح؟ وأضاف: عندما كنا نعلن صرخة القيامة يوم سبت النور وسط التصفيق والتهليل، كانت أركان الكنائس تهتز والعيون تدمع والسيوخ تبكي والأطفال يرقصون بهجة ومسرة، وأصوات الكهنة خدام الرب تصدح بترانيم المجد والخلود لمجرد رؤية ذاك الكم الهائل من الفرح والسكينة تسيطر على وجوهكم وتعكس أنوار المسيح في حياتكم. أما اليوم أيها الإخوة، تتساءل عنكم الكنيسة: أين أنتم؟ أين أصواتكم؟ أين ترانيمكم في رثاء المسيح؟ دونكم الكنائس فارغة، أبوابها مغلقة، أضحت مثل راحيل تبكي أبناءها جفاء وابتعادا، طرقها مقفرة، لا شموع تحرق ولا زهور تنسق ولا أجراس تقرع ولا ورود تزين مذابح الرب عدا هذين اليومين. تستفقدكم الكنائس، تحن إليكم. اعتدنا أن نخاطبكم وجها لوجه، ليس بواسطة الميكروفونات ولا وسائل التواصل المرئي. هذا حديث يؤلمنا ويحزننا أنكم لستم معنا. دونكم الكنيسة حجارة، أنتم الكنيسة. من أجلكم مات المسيح، من أجلكم قام المسيح. أيها المؤمنون الذين حولوا بيوتهم إلى كنائس وقلوبهم إلى هياكل، في هذه الليلة المقدسة نرفع إلى جلالة مليكنا المعظم
عبد الله الثاني وإلى حكومتنا وإلى قواتنا المسلحة والجيش الأردني عميق شكرنا على سهارهم لحماية الوطن. أيها الإخوة، لكم جميعاً أصدق التمنيات بعيد القيامة، وكل عام وأنتم بخير. المسيح قام، حقاً قام، ونحن شهود على ذلك. اللهم آمين. وفي كاتدرائية القديس جورجيوس التابعة لمطرانية الروم الكاثوليك بعمان، شارك رئيس الأساقفة كير جوزيف جبارة قداس العيد الذي أحياه الأب بسام شحتيت والأب عماد بواب منفردين، حيث ركز المطران جبارة في عظته على الأمل والرجاء الذي يعطيه المسيح القائم من بين الأموات للمؤمنين. مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. المسيح قام من بين الأموات. وفي كنيسة الروم الكاثوليك في جبل الويبدة ترأس قدس الأب نبيل حداد بمعاونة الأب مودي هنديلة قداس عيد الفصح بحضور المرنمين أسامة جبور وحسام حداد، وقد هنأ الأب حداد في عظته الإخوة المؤمنين بتحية الفصح وقال لهم معيدا: المسيح قام، حقا قام. وقدم الشكر للأجهزة الأمنية الذين يسروا وصول الكهنة إلى كنائسهم، مبينا كذلك كيف وصلت الكنيسة إلى حدث الفصح عبر الصوم، وقال: في هذا الموسم العبادي الأقدس نرفع الصلاة، وهذا أضعف الإيمان، فهي دافعنا في هذا الوقت، ونعلم أنه حال عابر مؤقت، لكنه مناسبة نظهر فيها حساً بالمسؤولية والتضامن بالحب مع أخينا القريب في معاناته وضعفه وحاجاته. الصبر وحب القريب والصلاة القلبية والعبادة البيتية هي إمداداتنا الروحية هذه الأيام. أوقفت في الكنائس هنا كما في العالم كله الخدم الطقسية الجماعية منعاً للمخالطة ولتجنب العدوى، امتثالاً للتعليمات والإرشادات الصادرة عن الإدارات في الدولة، واستجابةً لمقتضيات السلامة والخير العام في الحفاظ على الصحة الشخصية والصحة العامة. وصارت وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضي منصات ومنابر للبشارة، وصار اليوتيوب وصفحات الفيسبوك وأخواتها تحمل لنا الترانيم والمواعظ، فأضحت في زمن التباعد الاجتماعي وسائل بديلة لتوصيل البشارة والخدمة الروحية عن بعد. فتلتقي العائلة فيما بينها في كنيسة بيتية تتحد بالصلاة مع باقي الأسر المصلية ضمن الجماعة الواحدة. أيها الإخوة الأحباء، في هذه الخدمة الحاضرة في احتفالنا اليوم نرى وجوهكم بقلوبنا، ونقف معكم
لكي نفرح بقبر مسيحنا الفارغ ونقول بكل إيمان وثقة واعتزاز أننا فخورون، فخورون بما نراه في وطننا. فنوجه شكراً خالصاً إلى أحبتنا في الأجهزة الأمنية الذين يسروا لنا جميعاً أن نشارك اليوم في هذه الخدمة، في هذه الصلاة، كما نشكر إخوتنا في الجيش العربي، القوات المسلحة الأردنية الباسلة، الذين يقفون خلف القائد الأعلى جلالة الملك، الذي نرفع إليه أصدق عبارات الولاء والاعتزاز والحب، معايدينه ومعايدين كل بني أهلنا في هذا الوطن العزيز. الشكر لنور سات الأردن التي تحمل هذه الصلاة وهذه الكلمات وهذه الترانيم، تحملها إلى كل إخوتنا مشاهدينا على مساحة الامتداد الطويل لهذه النور سات. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنيستي نيكرون ثلاثون باتيساس كيتي سندس مي ماسي زوين خاليسا. وأما مدينة الفحيص المتميزة بالتعبير عن أجواء العيد بالشعائر المسيحية في مثل هذا الزمن الفصحي المجيد، فقد أحيت كنائسها الروم الأرثوذكس والكاثوليك واللاتين الصلوات على البث الألكتروني ومكبرات الصوت الخارجية، حيث وجه الآباء الكهنة في تلك الكنائس رسائل فصحية إلى الإخوة المؤمنين في بيوتهم بوجوب الاحتفال بهذه الأيام المباركة من خلال متابعة الصلوات الطقسية عبر التطبيقات الألكترونية. فكان الكهنة يصلون الفروض الطقسية والمؤمنون يشاركونهم بالكتب الألكترونية التي لديهم. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب.